بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنكمل مع بعض دراستنا لقراءات صوم يونان، والنهاردة أو دلوقتي معدنا مع قراءات اليوم الثالث. اتقدم قبل كده الفيديوهات اللي قدامكم دي عن صوم يونان، تلاقوها كلها تحت البلاي ليست اللي اسمها اجتماع دراسة الكتاب المقدس ليوم الثلاث. نبتدي بملزمة كده كان عملها أبونا تدرس يعقوب ملطي عن القديس يعقوب السروجي، وإزاي شاف يونان في جوف الحوت. فبيقول إن القديس يعقوب السروجي يرى في الحوت صورة رائعة لمراحم الله، لأنه شاف في الحوت سفينة جديدة مدهشة بيحوط بيها ربنا على ابنه يونان، وشاف في الحوت بيت فريد ليس مؤسس على الأرض، بل بيت سائر بين الأمواج يتمايل ولا يفرغ ما فيه لأنه بيت عجيب. وشافه كمان قبر جديد بيضم شخص ميت ولكنه حي في نفس الوقت، وده طبعا رمز جامد أو رمز كبير جدا للرب يسوع المسيح في القبر. وشافه هاوية تحمل ميتا ينبع منه حياة مدهشة، وشافه حجال العرس المتحرك وقصر ملوكي وسجن يحبس دون أن يؤذي. أخيرا بيقدم القديس يعقوب ماري يعقوب السروجي مقارنة بين المقبورين يونان النبي والمخلص ربنا يسوع المسيح، إذ دخل كلاهما القبر وقدم الحياة للآخرين. وهي دي المقارنة اللي احنا بنلاقيها موجودة في الأناجيل، إنه يونان إدى توبة لأهل نينوى وتوبة لنفسه وتوبة للبحارة، أو قدر يدي توبة للبحارة، ولكن الرب يسوع المسيح بيقدم حياة جديدة للآخرين. ميتان صارا بسبب الحياة بأفعالهما، يونان لنينوى وابن الله للأرض كلها. صار غطاسين ومن العمق أخرج الغنائم، وميتين عجيبين نبعت منهما حياة جديدة. غطس يونان وأنقذ يونان من العمق، وغطس أيضا ربنا في أثناء ما دفن في القبر وأنقذ آدم من الهاوية. أين نظرتم من قبل مقبورا يصلي إلا يونان؟ ومن كان مقتولا يحيي الموتى سوى ربنا يسوع المسيح؟ ده كان تعليق وتأمل للقديس ماري يعقوب السروجي. نبتدي في قراءات اليوم الثالث لما خرج يونان من جوف الحوت وابتدى يروح لمدينة نينوى وابتدى يدعو المدينة للتوبة. ففي قراءات باكر من اليوم الثالث بنقرأ الإصحاح الثالث من سفر يونان النبي، وبنقول نشوف إنه هو راح سمع الكلام وقام وانطلق إلى نينوى بحسب ما تكلم معه الرب، وابتدأ يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. وهنا حصل زي تحذير، لأنه هيحصل هيظهر سخط غضب ربنا عليهم بسبب خطاياهم. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من صغيرهم إلى كبيرهم، والملك كمان، وانتوا عارفين بقية القصة. ولما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي قال أن يصنعه بهم ولم يصنعه. ونفاجأ بأن يونان نفسه حزن حزنا شديدا. وده هنا يفكرنا بالابن الأكبر في مثل الابن الضال، أو في مثل الابنين الضالين في لوقا 15. ويخلينا نفكر في يونان النبي، إن يونان نفسه بيمثل الابنين الضالين في مثل اللي موجود في لوقا 15. في الأول ما سمعش الكلام وراح لترشيش وما راحش لنينوى اللي دعاه ليها ربنا، زي الابن الأصغر لما طلب نصيبه وطلب إنه يترك أبوه ويسيب محبة أبوه، رغم إنه عارف إن أبوه بيحبه جدا، وإنه متربي في بيت أبوه، متربي على الخير وعلى المحبة وعلى المودة وعلى كل القيم اللي متربي عليها. وفي نفس الوقت يونان بعد شوية لما أهل نينوى تابوا زعل. طب أنت زعلت ليه؟ زعل لأنه دي حاجة في الطبيعة البشرية أو في الإنسان، لما يكون
مش شايف محبة الله ومش شايف عمل الله، زي الابن الأكبر في المثل في لوقا 15، في مثل الابنين الضالين، لما رجع ولقى أبوه قبل ابنه قال له إزاي أنا عايش معاك كل ده وجديا لم تعط لي. هو كان منتهى أحلامه إن ياخد جاست جدي، إنما الله عاوز يدينا نفسه، الله عاوز يدينا كل ما يملك. وبالتالي اليونان بيمثل الابنين، الابن الأصغر والابن الأكبر في مثل الابنين الضالين. وربنا يتكلم مع يونان وبيقول له أبحق أن تغضب؟ أنت تغضب؟ وبعد كده حصلت قصة اليقطينة، وبعد كده ربنا شرح له قال له أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظمى التي فيها أكثر من 12 ربوة؟ يعني أفلا أشفق؟ هو أنت نسيت إن أنا شافق، إن أنا إله شفوق رحوم؟ أنت نسيت؟ فأنت إذا كنت نسيت فهنا الدرس يفكرك، وده درس توبة لينا كلنا واليونان النبي ولكل حد. نبتدي في القراءات، نلاقي في مزمور باكر نقول كما يتراءى في الأب على بنيه. شوفوا الكلام، الفكرة هي فكرة أبوة، هي فكرة إن إحنا بنفهم أن الله أبونا، سواء من قصة يونان، سواء من مثل الابنين الضالين، أو سواء من أي حاجة بنقراها في الكتاب المقدس. كما يتراءى في الأب على بنيه كذلك يتراءى في الرب على خائفيه، وكبعد المشارق عن المغارب أبعد الرب عنا آثامنا. ويتقري الجزء ده من إنجيل متى، وجزء يعني مش سهل إلا إنه جزء جميل جدا. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. أنهي مسرة؟ أنهي مسرة اللي صارت أمامك؟ كل شيء أعطانيه الآب، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين بأحمالهم وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف، والمجد لله دائم. الحوار ده كله أو كل الكلام اللي قاله السيد المسيح هنا ده كلام توبة، هو كلام لاهوتي بس كلام توبة، لأنه التوبة تشمل المعرفة. التوبة لازم يكون فيها معرفة. التوبة مش بس إن الواحد يقف عن الخطية، التوبة يرجع يفهم، إن الإنسان يرجع يفهم عمل الله وشفقة الله وخدمة الله وكل ما قدمه الله، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد من خلال تجسد الرب يسوع المسيح. عشان كده هو بيقول كل شيء أعطانيه الآب، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. وبالتالي السلطان هنا هو سلطان الابن، هو سلطان الآب، لأن المسيح واحد مع الآب في الجوهر، وهو وارثا لكل شيء، والآب يعرف الابن والابن يعرف الآب خلال وحدة الجوهر. وبالتالي الله كمان عاوزنا إحنا نعرف هذه المعرفة، هذه المعرفة إحنا نعرف على قد ما نقدر فيها. ليه؟ لأنها معرفة مخلصة، لأنها معرفة تقودنا إلى الخلاص، وتقودنا إلى أن نلقي أحملنا وأثقلنا على الله ونتوب. وبالتالي الجزء من التوبة هو المعرفة. ولما السيد المسيح كان بيتكلم كان بيقول من رآني فقد رأى الآب. فالمسيح حين أقام موته كان يعلن إرادة الآب في أن يعطينا حياة، وحين فتح أعين العميان كان يعلن إرادة الآب أن تكون لنا بصيرة روحية واستنارة وهكذا. وحين صلب على الصليب رأينا المحبة غير المشروطة، رأينا محبة الله الباذلة. وبالتالي يونان يفتكر هذه المحبة، وإحنا كمان نفتكر هذه المحبة. وحين قبل الرب الإهانة قبل الصليب رأينا تواضعه فنتواضع، وهذا هو درس تواضع، وقصة يونان هي قصة درس في التواضع كمان. ومن يوفي هذه الشروط يريد الابن أن يعلن له الآب. وبالتالي إحنا لما بنبتدي توبتنا وبنبتدي نعيش في حياتنا المسيحية
بنقدم توبة وبنبتدي نسعى للمعرفة ونجتهد ونجاهد ضد الخطية، وفي هذا الاجتهاد المسيح يدينا نعمة من عنده، ولما ناخد هذه النعمة نعيش بيها ويعلن لنا الآب، فنفهم الثالوث القدوس ونعيش بالثالوث القدوس. المسيح يريد أن يعلن الآب للكل، ولكن خطايانا تمنعنا من هذا، والحل هو أننا نلجأ للمسيح ليحمل عننا خطايانا ويشيل عننا أثقالنا وأحملنا، ونقبله فيعلن لنا الآب ويعلن لنا الثالوث القدوس، ونعيش في حياتنا بإيماننا بالثالوث القدوس. أنا عارف الجزء ده مش سهل شوية، ولكن مع مزيد من القراءة والمعرفة هنلاقي نفسنا بنفهمه، especially لما نقرأ يوحنا، إنجيل يوحنا إصحاح مثلا 8 وإصحاح 7 وإصحاحات البراكليت اللي هي 13 و14 و15 و16 و17. إذا التوبة تشمل المعرفة والسعي للمعرفة، معرفة الكتاب المقدس، معرفة حياة القديسين واختبارات القديسين، معرفة حياة الكنيسة والتعليم اللي بتقدمه لنا الكنيسة في كل قداس وفي كل صلاة وفي كل عمل بتقدمه لنا الكنيسة. وكلمة يعرف في الكتاب المقدس تعني الوحدة والاتحاد والذي ينتج عنه حياة. وبالتالي احنا بنيجي القداس او بنعيش في اسرار الكنيسة عشان نكون في وحدة واتحاد، وهذا يقود لحياة. وهذا الاتحاد له شروط، هو الايمان بالمسيح، وده يجي طبعا من الاول من المعمودية بالروح والماء، والمعمودية تدينا استنارة، ويحل الروح القدس الذي يشهد للاب والابن في حياتنا، وتبدأ حياة القداسة التي بدونها لا يرى أحد الرب، وتبدأ تكون لنا أعمال صالحة وانسحاق وتواضع. شايفين الأعمال الصالحة جاية فين؟ جاية بعد كل المراحل الأولانية دي، الإيمان والمعمودية وحلول الروح القدس والقداسة، كل ده هو اللي بيقود للأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة مش بتيجي كده، هي بتيجي نتيجة لكل هذه المراحل، واللي بياخدها الإنسان وبيعيش فيها الإنسان المسيحي بجد، وبيعيش في هذه الوحدة وهذا الاتحاد الذي ينتج عنه حياة شركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح بالروح القدس ومع القديسين، زي ما تعلمنا وقلنا في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 1. من قراءات برضو اليوم الثالث هنخش على البولس، وتلاقوا إنه بيتقري إصحاح 2 كله من رسالة بولس الرسول لأهل أفسس. والإصحاح ده غني جدا جدا جدا. هنعدي على حاجات صغيرة، التي خطاياكم التي سلكتم فيها حينا حسب ظهر هذا العالم. ودي برضو إشارة ليونان وإشارة للخطية اللي كان عايش فيها. الله الغني في الرحمة من أجل عظم محبته التي أحبنا بها، وإذ كنا أمواتا بالذلات أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه. دي نعمة المسيح ونعمة الإقامة من الخطية ومن الموت ومن الحياة اللي فيها فساد. عشان كده بنقول إنه لما بنعيش هذه الحياة بيخرج الفساد من حياتنا، بيبان، بيظهر الفساد. إنما لما بنعيش حسب العالم الفساد ما بيبانش، الفساد بيبقى مستغطي. إنما لما بنعيش بحسب الكتاب المقدس وبحسب تعليم الكنيسة، الفساد اللي جوه الطبيعة البشرية بيظهر وبيبان، وبيبان إنه هو عمل محتاج لتوبة ومحتاج لتغيير في العقل والفكر والقلب والنفس والمشاعر وكل الإنسان. بعد كده نفس الجزء ده في رسالة أفسس إصحاح 2 بيتكلم عن إنه اليهود والأمم أصبحوا واحد بدم المسيح، وده اللي إحنا بنقوله. أو التالي الكرازة باسم المسيح هي للكل، فإن كان يونان رفض يروح لأهل نينوى إلا إنه الكرازة باسم المسيح لليهود وللأمم ولكل العالم بقلب مفتوح للكل، لأجل أن يعرفوا الله ولأجل أن يؤمنوا بالله وأن يعيشوا في هذه في الاتحاد والوحدة زي ما احنا بنقول. الكاثوليكون، أكتب إليكم أيها الأبناء لأن خطاياكم قد غفرت لكم لأجل اسمه. برضو الإشارات على سفر يونان وعلى اللي حصل مع يونان. والإبراكسيس،
سكت الجمع كله وكان يستمع لبرنابا وبولس وهما يحدثان بجميع ما أجرى الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبالتالي رحمة الله وقبول الله لأهل نينوى هو آيات وعجائب، ودي أهم آية وأهم حاجة ممكن تحصل في حياتنا، إننا الله يغفر لنا خطايانا، مش المعجزات ومش طلب المعجزات، ولكن الآية أن الله يغفر وأن الله يقبل أولاده ويقبل رجوعنا ويقبل توبتنا. في المزمور القداس: طوباهم الذين تركت لهم آثامهم والذين سترت خطاياهم، قلت أعترف أمام الرب بإثمي وأنت صفحت لي عن نفقات قلبي. أجين أو الكلام تاني بنقول إنه فكرة المغفرة والرحمة اللي بيقدمها الله الذي يستر خطايانا ويترك أثامنا. ويتقري جزء من الإنجيل اللي فيه برضو الجزء بتاع يونان اللي هو في الآخر: أما علامة هذا الزمان لما لا تعرفونها، الجيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آيات يونان النبي. وبعد تجسد المسيح، أدينا هو بنتكلم إنه بعد تجسد المسيح لسه في ناس بتطلب آية، لسه في ناس بتطلب معجزات، ولكن الله من فرط محبته للبشر أرسل ابنه الوحيد الكائن في حضنه كل حين لكي يكون هو أعظم عطية من الله للإنسان. وبالتالي إحنا مش محتاجين نطلب معجزات، أعظم عطية من الله للإنسان هي تجسد الابن الوحيد. فاكرين الرب يسوع المسيح لما بيتكلم مع السامرية قال لها: لو كنت تعلمين عطية الله، أنه هو عطية الله لكي يشرق على قلب الإنسان المظلم بنور وجهه، ويعلن الله في القلب ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. والعجيب يا ابن الله، كأننا بنصلي، يعني العجيب يا ربنا يسوع المسيح أنما عندما يشعر قلبي بحضورك وأنت واقف أمامي أنظر إليك وأطلب منك أن تعطيني آية. قد إيه إن إحنا واقفين قدام الرب يسوع المسيح نفسه ولسه بنقول له: إدينا معجزة، إدينا آية، إدينا آية، أطلب منك معجزة أو أطلب منك أي شيء، وهذا يحزن قلبك جدا ويجعلك ترد على نفسي رد قاسي. جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. وبالتالي ما قدمه المسيح أثناء تجسده حتى وصل للصلب والموت والقيامة هو أعظم بكتير من كل طلباتنا وتطلباتنا وأفكارنا، هو أعظم بكثير. نعم، كيف أطلب منك يا ربي آية وأنت حاضر أمامي، أو أي شيء إن كان وأنت عطية الآب لي؟ أنت أعظم عطية في الوجود كله. إذا وجدتك أمامي فلقد وجدت الحياة الأبدية وكل مجدها. هل أطلب منك شيء بعد أن وجدتك؟ حينئذ أكون غبي، لأن جميع احتياجات نفسي وكياني هي فيك، بل وجودي وكياني أصلا هو فيك، بل تحقيق هدف خلقتي هو أنت. كيف بعد أن أجدك أمامي ويشعر قلبي بحضورك يمكن أن يكون لنفسي أي طلب آخر؟ أظن النفس عندما تجدك يا ربي تسجد أمامك بالشكر وتنسكب الدموع على رجلك الطاهرة التي قبلت أن تقيد ويخترقها المسامير لكي تخلصني من بؤرة الخطية والموت والظلام. ودي فرصة إن إحنا نبتدي نبص النعمة اللي إحنا عايشين فيها من تجسد الابن الوحيد أكتر من أما نطلب آية أو إننا نطلب طلبات أرضية من الرب يسوع المسيح. نختم بترنيمة للتوبة من ترانيم جميلة جدا، حسيت إن يونان نفسه بيقولها وإحنا كمان نقولها معاهم: صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال، متخطيا جبال الجلجسة عابرا تلال الناموس والآثام. حبيبتي هيا رجوعا إلي، هوذا الشتاء مر وزال، كفاكي شرودا في درب الخطية، عيشي ربيعي هيا تعال. أسمعيني صوتك، أريني وجهك، ولا تخجلي من كثرة الآثام، فصوتك لطيف ووجهك جميل ولحن الرجوع أجمل الألحان. ربنا بيقول لنا كده: صوتك لطيف ووجهك جميل ولحن الرجوع أجمل الألحان. أنا سوداء بفعل الخطية
وأصل جمالي جمال الحبيب، وبنو أمي غضبوا علي، وجاء اضطهادي من باب القريب. كلك جميل بلا عيب فيك، قد سبيت قلبي ما أحسن حبك، في دمي أراك بغير ظلمة فيك، افتحي يا أختي يا حمامتي. وتكمل الترنيمة وتخلص في البيت السابع: أنا لحبيبي وحبيبي لي، وتحت ظله اشتهيت الجلوس، حلوة لحلقي ثمرته، إنه يناديني يا أختي العروس. دي ترنيمة جميلة، تقدر تجيبها على اليوتيوب وتسمعها بالموسيقى. أبونا داود لمع يرنمها كتير أوي الترنيمة دي. نتمنى تكون دي فرصة كلنا نرنم هذه الترنيمة، ونصلي إن إحنا نتمتع بالوجود في حضرة الرب يسوع المسيح، الابن المتجسد لأجلنا ولأجل خلاصنا، لإلهنا المجد الدائم في الكنيسة المقدسة وكلمته والآباء الرسل والشهداء والقديسين من الآن وإلى الأبد. آمين.